بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نفقد مجالنا الأرضي أو الغلاف المغناطيسي للأرض. يوجد داخل الأرض سهارة، وهذه السهارة تدور بسرعة عالية لتخلق مجال قوة حول الأرض، تاركة أنابيب البلازما من أقطاب التوصيل والتي نسميها الغلاف المغناطيسي. ومن خلال الغلاف المغناطيسي نتلقى أشعة كونية تتحول إلى ضوء وحرارة، وبدونه لن تكون هناك حياة على الأرض. لكن الأقطاب المغناطيسية هي بالفعل في طور الانقلاب، مما يؤدي إلى زعزعة توازن الكوكب. أثناء عملية الانعكاس يتم الخلط بين القطبين. المهم هو فهم أخطر شيء في كل هذا، ليس الأمر ببساطة أن البوصلة لم تعد تشير مباشرة إلى القطب الشمالي المغناطيسي، لأن القطب الشمالي المغناطيسي يتحرك. ولكن لفهم هذا الأمر الخطير للغاية، يتسبب هذا الحدث في إضعاف مجال قوة الأرض لدينا، مما يؤدي إلى سلسلة من المشاكل الخطيرة للبشرية. قد يتسبب في انقراض جماعي للطيور والأسماك والحيوانات المهاجرة التي تعتمد على اتجاه القطب الشمالي المغناطيسي في رحلاتها، وبالفعل بدأوا يفقدون اتجاههم، لأنهم بحاجة إلى هذه المعلومات لتوجيه أنفسهم. العديد من الأنواع سوف تنقرض. الغلاف المغناطيسي هو الحماية ضد كل ما يأتي من الفضاء، والذي يؤثر علينا بشكل مباشر، مثل الأشعة الكونية بما في ذلك تأثيرات عامل التحول لدينا والتوهجات الشمسية والنيازك وما إلى ذلك. ولكنه يضعف ويسمح بشكل متزايد للقوى الخارجية باختراق الغلاف الجوي للأرض. قوة غير مرئية وقاتلة بما في ذلك هروب أكسجين من الأرض. هناك أشعة سينية جاما والأشعة الفوق البنفسجية وجزيئات الفقاعات المؤينة والبلازما والقرحة بدون لمعان، حيث يمكن أن تكون أثارها غير محسوسة تقريبا حتى فوات الأوان. يمكن أن يتجدد الضرر الذي يلحق بطبقة الأوزون من أي عاصفة شمسية بشكل طبيعي لمدة سنتين إلى 3 سنوات، لكن الطبقة الواقية ستكون عرضة للانفجارات الجديدة من الإشعاع طالما ظل المجال المغناطيسي للأرض ضعيفا. وهذا يعني أننا نعاني بشكل مباشر من عبء هائل من الشمس أو عامل التحول لدينا، والذي يمكن أن يستمر لعدة أيام، بالإضافة إلى العديد من المواقف الأخرى المخفية عنا. وتتمثل إحدى المشكلات في أنه بسبب الأشعة الكونية فإننا سنفقد الغلاف المغناطيسي تماما بغض النظر عن انعكاس الأقطاب. فمثلا في يوم 4/9/2020 فقدنا المجال المغناطيسي على الأرض، وهو مجال قوتنا. وكذلك في يوم 4/10/2020 كنا 9 ساعات بدون مجال المغناطيسي أو مجال القوة للأرض. وفي الصورة نلاحظ أن تلك النقطة السوداء تمثل الأرض، ونحن تماما بدون حماية ضد الأشعة الكونية والنيازك وما إلى ذلك. وكان من الممكن أن نتوقع أنه في غضون أيام قليلة سيكون لدينا كوارث طبيعية كبيرة. هذا أمر طبيعي، وهو المسبب في فوضى المناخ والجيوفيزيائية المناخية. وللحصول على فكرة كيفية تغير القطب المغناطيسي للأرض، يركض نحو سيبيريا بسرعة 60 ميل في السنة، وهذا الأمر بالنسبة للعلماء كما لو كان يجري بسرعة كبيرة جدا، وهو حقيقة. أرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.